صباح الخير يا من استفد براسي دي كلا يا من استفحت الفيلاج اتوا ذيس فيلاج فيلاج نيم اوف ذا فيلاج ها نذير فيلاج نذير نذير ها نذير ها نذير على الله يشوف ما عادي دينا نذير اسمك شو نذير وقيلا اش ما بالنسبه كهضروا شلون لهنا مزيان انا ما لقيتش شي شي في ديال الفيلاج لان هاد المنطقه ضروري خصك ناس في كاينين بلايص مزيانين زعما بيت ناس في الخلا وداكشي ولكن المشكل غتلقى المشكل من بعد ولا لقاوك تما البوليس شي حاجه مشكله ولا من بعد دابا مثلا انا نلقى البوليس قدام يقول لي فين بتي فهمت غيسولوني فين عاد من الناس تي وعند من هادي باش يعرفوك فين كنتي وهادي فهمت يعني كيبقاو يسولوك باش يعرفوك منين جاي وفين بتي وداكشي عند من بتي واش بتي انت شي واحد اللي يكون يعني انا اللي كنا عنده شي سمعه خايبه ولا شي حاجه هنا مع المنطقه شويه خطر فهمتي مخلطه صافي ما حسن خصك تبات عند شي واحد باش ملي وقفوا قول لي ما هاد من البت عند من البت انا ما لقيتش الشاف ولكن لقيت هاد السيد هذا رحب بيه وداكشي انا بالليل ما بغيتش نتحرك هذيك الساعه وصلت هنا قال لي راه ما كاينش الشاف هنا وقال لي خصك تمشي واحد شويه وتقع هذي الساعة الظلمة قلت تقريبا بدات تطيح ولا طاحت أولا مبغيتش نتحرك بالليل لأنني إلا تحركت أنا بالليل ووقفوني هادوك البوليس مشكلة وقفوني بالليل يقولك ها أنت بالليل كتحرك باغي تمشي ليها فهمت مبغيتش عند هادوك ها مشكلة أنا بالليل مخصنيش نتحرك خصني نوقف باش تفادى كاع هادوك المشاكل انا في درت الخيمة دور من دين المزمر هذيك مدينة كاريسا مازال تقريبا 40 كيلومتر كاريسا 40 كيلومتر وصلنا اليوم ان شاء الله السيد مازلنا ناعس هنايا ذاك الراجل مازلنا ناعس هو ناعس هنا راجل كبير في العمر ظريف في العمر هذا الاخرين الفيلاج كامل تخلع مني هاد السيد كاين اللي كيكون ذكي وكاين اللي كيكون يعني ما كيفهمش كاين اللي كيشوفك صافي كيتخلع تبان ليه بيكالا اخص منك يشوف السيكان صافي تيقول دخينا هذا زعما شي حاجه في دوك السيكان غير ربقنا هنايا كاملين نقول اش ندير ما هزين والو في السيكان الزرافه اللون ديالها سبحان الله في شكل شو اللون ديالها كي داير ها كاينه وحده تما وحده تما وحده تما فام واحد جوج تما والجري عندها تاير
كاينين بزاف هنا. هيا تعلق الزريعة عندك رأى واحد الاخرين فينا ما فيك كي دارتك عاوتاني هيا في الصحراء هنا كيكونوا بزاف هما الزرافات في الصحراء حتى في ناميبيا. هيا كتبقى غادي عندنا بشوية راه كاينين بزاف هنا شي عشرة كتبقى غادي بشوية باش ما يتخلعوش. شوف التست تبارك الله هاد البلاصة عامرة بيهم لكن كتار من ناس هما داخلين تشوف الجريش الجريش لكن الناس غير هنايا راه هما في جيبانهم حداهم البلاصة وقال شي بارك ناسيونال يكون فيه الحيوانات هما تجمعوا مع بعضياتهم زعما باش يدوروني ضيعني ده كيقول تخينا هذا مصبح علينا الصباح السبع الصباح خليهم بس الزرافة كتخاف مسكين بارك الله فيك دابا راه تابعيني هذوك اللي من ورايا البوليس تابعيني غادي يوصلوني للكاريسه وغادي نشوفوا كيفاش غتسالي تما. وصلت دابا للكاريسه انما مازال معايا خاصني نمشي عند البوليس من الاول راه مازال تابعيني من اللور عاد غادي نشوف اشنو غادي يديروا معايا. هذا في هذيك البلاصه الاخرى كرة شي ساعتين ولا اكثر هما شادين بسم الله. انا دابا وصلت لمدينه كاريسه كما شفتوا ملي كنت بغيت ندخل كانت تابعاني هذيك الطوموبيله ديال البوليس كانوا باش يوصلوني هنايا لكاريسه. وقبل كنت فواحد البلاصه سميتها كورا كانوا وقفوني تما البوليس. دابا كيفاش كيوقفوك البوليس هنا لان هاد المنطقه هادي خطيره فيها هذوك الجماعات كما قلت لكم قبل جماعات الشباب هذوك الارهابيين ديال الصومال. والطريق اللي جيت معها قريب
طيب الصومال، يعني الصومال وكيدخلوا وهذيك بلاصه كره كره، وكاين واحد الفيلاج قبل منها سميتو كموتي، تما يعني كانوا هجمات، يعني هجموا عليهم غير تقريبا واحد شهرين قبل كانوا هجموا عليهم تما، كان بان لي واحد الريزو طايح في جوج فيلاجات في كموتي كره كره، طايحوا عليهم الريزوات وكيهجموا عليهم، كيطيحوا لهم هذوك الريزوات ديال التليفون، بس دابا ملي كيهجموا عليهم هذوك البوليس ما يبقاش كيفاش يعيط او يجيو شي واحد يعاونو، يعني باش ملي كيجيو واسم كيجيو يديروا لهم كيجيو. دابا هما هاد الجماعات عندهم مشكل مع كينيا، يعني ما الدولة ديال كينيا، لانها كينيا داخلة كتحاربهم، هما قالوا لها يعني دايرين لهم مشاكل بزاف، يعني قالوا لها باش ما نبقاوش ديروا لكم مشاكل خاصكم تخرجوا لينا من الصومال، يعني حتى امريكا حتى هي داخله، يعني كاين مشاكل بزاف في هذه المنطقه هذه. وهما كيوقفوك، يعني كانوا هجموا البوليس ما كيقدروش عليهم، البوليس خايفين، البوليس عندهم خايفين، يعني انهم الاخرين كيجيو بالليل كيخليهم حتى كيعسوا كيهجموا عليهم. هما بين الطريق اللي دست منها بين تما، انا دست على شحال من واحد مع هذوك الفاشي، يعني مع هذوك الجماعات، لانه هما عايشين معاهم بين ما عايشين معاهم في كينيا، ماشي زعما كيجيو كينيا كيجيو من الصومال كيبدا عايشين معاهم، لان الطريق كامله هاد كاريسا راه بحال في الصومال، راه الطريق اللي جيت معاه راه بحال في الصومال، راه الصوماليين كامله كلشي صومالي، كلشي صومالي، كلشي من الصومال، لانهم كانوا جاو في 2000 اللي حقاش باش عندهم الحرب في 90 و 91 وفي 2000 استقبلاتهم كينيا كلاجئين، وهادو طريفين هادو اللي ساكنين هنا، ولكن دابا كيكونوا مخلطين معاهم هادوك الاخرين ما كتعرفش معاهم كتهضر، ولكن ملي كتكون يعني كنتسولوني مسلم هادي من المغرب هادوك الناس، يعني انا كيعرفوك يعني مسلم، عندك واحد عندك واحد الحظ، يعني عندك ما تقدرش تختطف ولا انا يعني كيعرفوك مسلم بحال هادشي كيوقعوا شويه قدروا يشدوك، يعني ولكن بالنهار ما كيكونش مشاكل بزاف، انا بالنهار بالليل كنعس، انا كما تشوفوا الفيديوهات بالليل كنمشي عند الشاف ديال الفيلاج، وكان ولا كان البوليس كنعلمهم وداك الشيء، و يعني ملي كيسولوك الناس مسلم هذا، يعني حتى الا كانت شي حاجه كيعرفوا راه يكون عندك واحد الحظ انك ما توقع لك والو. وما كيف بالبوليس ديالهم ما كيف، يعني واخا تكون انت اوروبي امريكي يعني كيوقفك ما عرفكش شكون، ما كيشكش فيك، كيقولش راه مغربي انا ولا شي حاجه في الاول، ماشي يعني ماشي في الشكل ديالك هما كيدي، ولا يعني تكون داير الحياة ولا داير هذا الشيء، ما عندوش علاقة بهاد القسمة في 2020 دابا، راه ولاو كي يعني كيوقفني ما عرفنيش مغربي، كيقول هذا واقيلا يكون شي اوروبي ولا شي حاجة، يعني ساكي يعني تا كيسولك، يعني هو كيوقف اي واحد يعني براني، يعني باين براني كيوقفك تا ملي كيعرفك، ولكن الصراحة ملي كيشوف باسبور كيعرف لي مغربي، يقول لي واش مسلم، كيعرفني مسلم كيزيرو لي شوية، فهمت يعني كتحس بهم ملي كيعرفك عربي مسلم كي يعني كيزير كيشكو فيك، يعني كيقولوا هاد خينا انا باغي يدير شي حاجة ولا شي حاجة هكا صافي. و كما قلنا ملي وصلت لهذيك الكره كره وقفوني هذوك البوليس تما ديال هذيك الكره كره، حتى البوليس عندهم البوليس عندهم عيان، فهمتي يعني ذاك البوليس اللي حاطين تما عيان مسالي، كتلقى بحال هذيك الكره كره دخلت الجامع الناس ديال الفيلاج كيدخلوا يجلسوا عندهم، كلشي سلاح محطوط فهمتي، يعني سلاح قديم تا هو هذيك العجله، وهذاك تيسولوني ملي كيقول لي واش كتعرف تهز السلاح تخدم به، بزاف هاد الاسئله كيسولوني عرفت على سؤال بليد صافي. و يا ديك الصراحه وعطوني جابوا لي الماكله، جابوا لي الروز والحمد للجمل، ولكن شدوني واحد ست ساعتين ونص ولا ثلاثه وانا معاهم تما، عيطوا هادو مع بعيده ب 25 كيلومتر، بزاف ديال الاسئله سولوني تما مجموعين بزاف، وكيجيو شي وحدين من الفيلاج تا هما كيبقاو يسولو، كنقمعهم
ماشي سبق خاصو البوليس ما كيهضرش معاهم ما كايناش ديك الهيبه يعني ديال البوليس يعني انه يعني كيجي خرج جا واحد من الفيراس حتى هو بيدي يسول فيك يعني ماشي البوليس تما كيخليو بنادم فينا لقاش ملي كنهجموا عليهم راه جاوا دن البوليس دخلوا البوليس ريبوا ليهم البوليس كاينين وريبوا ليهم بلاصه في ساكنين انا حقروا عليهم يعني ماشي صافي وخايفين كيقولوا خايفين البوليس راه خايفين منهم تما البوليس اللي كاينين كاملين خايفين منهم لانه ما عندهمش يعني ما واخدينش واحد ما عندهمش خبره وما يعني مقارينش وما اسلحه عندهم قديم الاخرين كيجيو بزاف صافي هو عيطو لهادو ديال الكارثه ويجيو هادو ديال الكارثه يعني شويه ديال المدينه كيكونوا شويه قارين وشويه جا الشاف وقال شي كوميسير ولا شنو جاب واحد الطوموبيل ولا شكون شفتها بيضا وي قال لي شد لي الباسبور شد لي التليفون وقال لي غادي نبقى تابعينك نوار صافي انا غادي بيكالا وما تابعين ما بيش نبدا نتماوش عليهم بقى غادي بشوية والله العظيم كيما هو لفت نفسي درت معاهم مزيان حتى انا بقيت غير بقيت وليت البيست بيكالا خرجت عليها بهذيك الطريقة هو كيشوفوا الرملة وداك الشيء هذا غادي طيارة ما كاينش باش حتى انا وليت باغي نوصل تما نشوف اشنو كاين اشنو غيديروا معايا قال لي تمشي بالفعل ملي مشيت تما بقى شادين ما تشي 4 سوايع ولا 3 سوايع ونص ساعة سولوني عرفتي شحال ديال الاسئلة واش داروا معايا داك الاستنطاخ انترفيو يعني صوروني انا جيت بكارة عرفتي والحرارة عرفتي يقول لي تبان انا انا ديك الطريق بكارة وداك الشيء كيبين فيك كتولي تبان فيك انك الشمس وكتولي تبان فيك واخا ماشي كيفاش تكون كتولي تبان اخص ملي كتكون مازال يعني في النهار مازال ما دوزتيش وداك الشيء كتكون تتبان اللي شافك يقدر يقول شي حاجه ماشي هادي بقى يقول هذا معاهم ولا شي حاجه واخا تكون صافي وهما داروا معايا استنطاق شحال ديال الاسئله سميتو باك سميتو امك فاش خدامين خوتك سمياتهم فاش خدامين وفين ساكنين البلايص انا حسن لحد البلايص فين نعستي وعند من نعستي انا دابا واحد القضيه نوريكم انا دابا اي بلاصه كنعس فيها كندير عليها واحد كندير عليها واحد المارك الدار اللي نعس فيها كنحط عليها واحد المارك يعني حتى لو بغيت نرجع لها نمشي لها نيشان نوريكم في الخريطه كيفاش كان كاع البلايص اللي نعست فيهم هاد الرحله كامله تقريبا ماركيو سيو مهدا هاد النقط الحمرين هما فين كنعس يعني كنقول لهم السميات ديال الفيلاج بالضبط كما كتشوفوا راه كاع النقط الحمرين هو اللي فين بت يعني دابا الابليكاسيون بالزوينه كتخدم بلا الانترنت بلا والو يعني يعني بلا ريزون بلا الانترنت يعني كدير وكتشوف الناس تي كدير على مارك صافي وكتشوف السميات ديال الناس اللي ناس تي عندهم سميت لوطيل اللي ناس تي عندهم في مومباسا ومن دزتي والبوليس اللي دزتي عندهم والشيفان اللي ناس تي عندهم عشاش مشتو فيديوهات في الطريق الناس عند الشاف ما كنمشيش الناس عند شي واحد ولا كنعس في الخلا يعني عارف الا الا داروا معايا فقع الى بحال هكا غادي يقول لك في الناس تي ولا يقول لك الناس ولا يقول لك حتى ما نعسيش تنبقى لكم شي بلاصه ورجعتي ولا شي حاجه فهمت يعني عارف انا نعرف هاد المنطقه شويه وكنمشي عند الشاف باش كنبقى داكشي موثق ما كيعرفوك عيطوا عليه يقول لي راه سمعنا هو داك الشيء وانت ملي كتكون ما داير والو كتكون تتهضر معاهم ما مسوقش حتى هما كيقولوا لي راه باين فيك ما فهمتش انا حتى هما اصلا في الاول من الاول وريتهم التصاور وريتهم فيسبوك وريتهم فيديوهات في يوتيوب كما سيقول لي واخا كاك ما بقاو يعني باغيين هما ضريفين هادو اللي داروا معايا استنطاق هادو ديال مكافحه الارهاب ماشي بوليس عاديين يعني دراري قاريين وواعيين يعني كيهضر معاك بطريقة زوينة بأداب ماشي بحال البوليس الآخرين يعني أنا باغي تعصبت معاهم غيقولو هاد خاينة داير شي حاجة ولا كتقول لهم ما كتبقى مبرد وهداك الشيء حتى كيدوز كلشي بخير صافي و هي هاديك هما يبقاو كيسولو فيا أسئلة بزاف صراحة جوج هما كيستنطقو فيا وكيكتبو نمرة التليفون هذاك الشيء عند من بنتي سميت بايك سميت موك شنو كتخدم منين كتجيب فلوس
اسئله بزاف والله العظيم، اربع سوايع ولا شنو هي صافي. وفي الاخر قال لي غنشدو لك باسبور حتى الغدا، قلت لهم ماشي مشكل صافي. خلت لهم الباسبور باش يديرو حتى هما ديالهم، ما عرفتش شنو دارو، واش عيطو السفارة قدروا يكونوا عيطو السفارة ديال المغرب ولا شي حاجة، يجي يشوفو زعما هاد السيد واش مبحوث عنه ولا شي حاجة، فهمت. ولكن الصراحة هما هضرو معايا مزيان، هما عارفين اني ما ماشي شي واحد ديال هادشي، فهمت يعني. هادوك ديال يعني المكافحة تاع الإرهاب يعني هضروا زويان وهذا الشيء، ماشي يعني من الاول عرفوني، شافوا البيكالا قلبوا لي البيكالا، قلبوا البيكالا كل شيء صافو. يعني تلك الشيء كيلقاو كيشوفوا كيعرفوا البيسي، قلبوا البيسي، قلبوا الكاميرا شنو مصور، هذاك الشيء قلبوا البيسي الفيديوهات اللي مصور واش داك الشيء فيه. انا كنضحك من قلب الشيء كاع صافي. وي باش ادير لي الباسبور تاع النهار الاخر، جيت لهاد لوطيل هذا، انا غير بزاف هنايا فهاد لوطيل. نهار الثالث اليوم ملي رجعت عندهم النهار الاخر، قالوا لي مي لقيتهم مشغولين، انا كنت بغيت نزيد نهار اخر هنايا نرتاح، الحراره كاينه في المدينه سخونه تتوصل حتى 40 درجه دابا، مع ما كاينش الرطوبه والجو جاف يعني ضروري من الفرفار بحال هكا. هاي كنت برد الناموس صافي. و وي نهار الاخر رجعت عندهم، ما قالوا لي امتى تمشي، قلت لهم مشيت النهار اللي من بعد يعني. هما قالوا لي لقيتهم مشغولين عندهم شي بنادم وهاداك الشيء صافي. هما يقولوا لي حتى الغدا ورجع في الصباح اليوم، يعني على اليوم في الصباح اليوم. هما جاو عندي ما الصباح باقي ناعس، ماشي 8 جاو كيدقوا علي هذيك خايب اللي في ريسبسيون، قال لي راه كاين البوليس بس كنحس براسي. ولكن اليوم الصراحة شعلت معاهم الصراحة والله العظيم صافي، ما فيقوني مع 8 صافي. وقولي نمشي معاهم، مشيت معاهم، هما يقول لي عطاوني هذيك اللوحة، هذيك اللوحة اللي كيزاف تصورت على هذيك اللوحة بحال هكا. بعد مشيت عندهم البارح يعني دوشت وهذاك الشيء، ومشيت عندهم ما عرفونيش حتى والو صافي. وي هذيك اللعيبة عطاوني مصور، صورت بها هذيك ديال هذيك الكاس عفاس نسيت، كليت هيك نمرة التليفون، كاتبين فيها نمرة التليفون وداكشي صافي. زيت عاد صورت بها بحال هكا، معرفتش شنو تصاور. هما عطوني باسبوري، قال لي اسمح لينا هادو إجراءات عادية نديروها، كنقولهم لحقاش هاد المدينة هادي. وفعلا انا كان يعني كنقدروا ماشي زعما، ولكن هما دابا المشكل هما كيشوفوا واحد باسبور مغربي من بلد مسلم كيقول لك هذا يعني ماشي شي واحد اللي عندهم هذاك الشيء ناضي، يعني عندهم الامن الناضي. كيشدو بنادم كيعرفو غير وقف كيهضر معاك اي جوج كلمات، يشوف الباسبور منين دخلتي منين دزتي الفيزات صافي يقول لك هاك. بعد انا كيشوف الباسبور ديالي عامر بقى فيها مات شي ثلاثة صفحات اللي خاوي كلشي منين دايز ومنين جاي صافي. و هما عطوني باسبوري كيما قلت لكم، قال لي اسمح لينا صافي. انتم ما سمحوا لي عطوني الباسبور خليني نمشي بحالي صافي. وما عطوني الباسبور وزيت لهنايا، غدا نتحرك ان شاء الله من المدينة. دابا من بعد ما بقاش مشكل، الطريق لي فيه المشاكل شحال مرة قلبوا لي، جوج مرات لي تقلبت قلبوا لي السيكان جوج مرات، مرة في الطريق ديال لامو وهنايا. يعني فلاو لي السيكان وقيدو، دارو ديك انترفيو مع ستيقول لي
المهم هادو ولكن هادو ديال الكارثة ميت استنطقوني ديال بصح هاكا ملي كتكون ما داير والو راه كتسخون فهمتي هو هداك تبقى تضحك والله إلا كنبقيت كنضحك تما هما ولاو كيسكو في بلادك بقينا باينة فيه ما داير والو تخيل لا ونهار الحد نهار الحد ملي جيت أنا نهار الحد مكانوش خدامين عرفتي وجاو هذاك اللي جا الاول قال لي راني ما عرفتش فين كنت جيت قلت لي دافع دبرتني لا لا عارفين همزه خاوي فهمتي قلت لي اخويا انت هو اللي دايرين هادشي قلت لي راه باين انا هذوك خياتي ديال الكره كره هما اللي عيطوا ليك هذوك مدمدمين فهمتي هذاك الشاف تما كيقول لي انت دير هذيك الكره كره كيقول لي انتوما كتجيو هنا كدوا لينا كدولينا لهذوك الريسورس ديالنا زعما هذوك زعما كتسرقوا لينا الثروات ديالنا انت نشوف فيك وانت سير الثروات ديالكم داهم كنقول لي الاوروبا وما مستبنات اوروبا انت زي كتهضر معايا انا بحالي بحالك انا الافريقي ماشي باتشي تدير ديك نقول لي اه راه السيكان عامرين ذهب ودراموت خمسطين الله يجعل خمسطين هادشي اللي نقول لك انا والناس ما يعني هذا راه الشاب ديال البوليس في هذيك الفيلاج يعني ما حاطينش شي واحدين اللي يعني اللي مؤهلين ماشي بحال الرجل ديال مكافحه الاعراب على الاقل كتحس به بعد شويه يعني مؤهل شويه يعني باش انه يكون في هذاك المنصب هذوك الاخرين راه والو والو مساكن ما بقاو فيه الصراحة يعني مهددين فهمتي يعني مهدد ماشي بروفيسيونيل يعني انهم تما مهددين من هذوك الهجمات اللي كيديروا ليهم اي لحظة يقتلوا قتلوهم